السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ هنعمل النهاردة بقى هنعرض المنتجات بتاعت كذا، نعمل كونكت وولد. هنعرض المنتجات بتاعت كل يوزر في الصفحة بتاعته اللي هو الأونر بتاعها يعني. فهتبقى نفس الجيت أول برودكت، بس دي بقى هنعمل داله بتاخد يعني الأدرس بتاع اليوزر، تمام؟ وهناخد دي كده زي ما هي، وهنعدل فيها شوية على فكرة، لأن إحنا إيه هي كده. أول حاجة الجيت يوزر برودكتس، تمام. احنا هنا المفروض محتاجين نبصي اصلا سترينج الاكونت او اليوزر اكونت، يوزر اكونت، تمام، عشان ده اللي احنا هنعمل فلتريشن بيه مكان الفلتريشن ده، ماشي. فاللي هو هنا الاونر، وريني كده الاونر اللي هو الاي دي كام. الاي دي 5 لو هو بيساوي يساوي ده، ماشي. طبعا ده المفروض بيرجع لي، خلينا كده نبص عليه عشان ايه نعمل ده سيريال ادرس. هنعمل نفس العمليه للتو سترينج عشان ايه الاثنين يبقوا بيساوي بعض. لو هو بيساوي ده هيضيف المنتجات بتاعته، طبعا مش هينفع يضيفها في الليسته بتاعت، فاحنا هنا مش عايزين اول برودكت، اول هنعمل واحده هنا يبقى اسمها اول يوزر برودكت مثلا، او يوزر برودكتس، ماشي. اول وخلاص خليها كده، ونروح نعملها هنا برضه. طبعا الليست دي اصلا مش موجود، فهنروح فوق بقى كده عند الاول دي ونعمل دبليكيت ليها دي كده، دبليكيت ونخليها كده، المفروض كده مفيش ايرورز، تمام. نروح بقى للصفحه بتاعت ايه، نروح للصفحه بتاعت الاكونت ديتيل. فهنيجي هنا، هنيجي هنا اهي على الليست، هنا هيبقى كونتراكت فاكتوري دوت اول يوزر برودكتس، تمام، دوت لين. المفروض كده اليوزر ده يظهر له واحدة تقريبا يعني، اللي عامل اللوجن ده، ماشي. اعتقد اليوزر ده اللي انا لسه عامله هو عنده واحدة بس بتاعته، صح؟ فعشان بس هي لسه ما، تمام، نروح نكونكت. كده يبقى نروح للوجيك تاني نبص عليه قبل ما نبدأ نعرض. بس فهنبص على احنا مشغلناش اصلا، مشغلناش، المفروض نشغلها فين؟ نشغلها، مش هنشغلها على عمال وبطال، احنا المفروض نشغلها لما ماشي في اللي هي كونكت وولت. كونكت وولت، ايوه، بعد ما يجيب الحاجه دي كلها نشغل اللي هي بتاعت جيت وول، لا اللي هي اليوزر اسمها ايه، جيت اول يوزر برودكت اهي، ودي هتاخد الاكونت ماي اكونت ادرس. هو ده مظبوط. روحنا هنا، لو رحنا عملنا كده، او ممكن صدق ممكن ناخدها ونحطها في الصفحة اصلا، ماشي. لو رحنا كده، لا هنا يبقى هي كده ما جابتش فهنا، لا ماشي، هناخد دي كده. مع ان انا اصلا اللي معايا هنا الاكونت، انا مش عارف ليه انا واخده من هنا، يعني انا مش عارف ليه، استنوا ليه اصلا انا هنا واخده، ما انا اصلا عندي الاكونت اهو. او الاكونت ادرس انا مسميه ايه، ماي اكونت ادرس المفروض يعني، وده بقى سترينج 5، صح؟ 5، وده بقى سترينج. طيب خلوني هنا اهوت، عايز بس اعمل برنت عشان اتاكد ان انا هنا، عايز اعمل برنت وي ار ات جيت اول يوزر او جيت يوزر برودكت، ماشي. هو جه هنا والمفروض كنترول سي برضو، فده انا اشوفه هيدخل جوه اصلا ولا مش هيدخل.
فممكن انا بقول له لا وده بيساوي لا ادخل هنا، ادخل اد يعني. ماشي، مفروض المفروض. طيب نطبع ونديبج مع بعض. بسم الله نروح كده. ايوه، جاب حاجة ولا ما جابش؟ ما جابش، يبقى ده اللي اصلا ما اشتغلتش. ماشي، هنروح هنا get your user product. لان اصلا البتاع التاني الكونكت راحت فين؟ بسم الله كونكت، عايز الكونكت. ايوه، قال لنا احنا اصلا شلناها ولا ايه؟ هي اتشالت. طيب نحطها لك. خلينا هو هنا راح وعمل سيشن وبرنت اليو ار اي، صح؟ طيب لا لا، خلينا نروح للصفحة بتاعة الزرار لما بضغط عليه في الهيدر كفر، صح؟ الهيدر كفر. لما باجي هنا اضغط برضو، احنا بالنافيجيت بوش. ممكن برضو نعمل له دي اهي، كونتراكت فاكتوري دوت. ماشي، وده برضه اويت. نجرب كده. هيطبع لنا اصلا، انا مش هيطبع لنا. كونتكت كلير لما الصفر اللي هيحصل. جاب لي برودكت نمبر، جاب لي واحد بس وقفت شوية وقال لي لي طبعا جيت اول يوزر برودكت، عشان هو شغل. طيب هقول لك حاجة، ده تحسين يعني. نيجي هنا عشان هو شغال تاني، فخلينا نروح هنا لل دي عشان ايه نجرب كده. نقول له كونكت كونكت، تمام. لأن هو طبيعي، ما هو طبيعي أصلا هيروح يلف عليهم كلهم، فأنا ليه؟ صح، هو مفيش خطأ. ماشي، بس لازم نحس بيها، فلازم نرجع دي كده، فهي كده مظبوطة نوعا ما يعني. نرجع ده، نشيل ده بس، ده خلاص وده تمام. ماشي، نروح بقى نرجع البرودكت ديتيل. طبعا هو ممكن يكون فيها في اللوجيك حاجة أفضل، فعلى حسب بقى انت تظبط اللوجيك بتاعك زي ما انت عايز. ماشي، هنا على الاكونت ديتيل، بدل ما احنا بنرجع دي بقى، المفروض نرجع ايه؟ نرجع اللي هو البرودكت او الكاستم برودكت. كاستم انا مسميها ايه؟ كاستم برودكت كارد ويدجت. اصلا برودكت عشان ما فيش كاستم برودكت كارد ويدجت. ده عايز الكونتكست اديناها له، وعايز الايمج يو ار ال وبرودكت نيم. دول موجودين؟ ما هم موجودين في الكلام ده. اوف الاندكس دوت ايمج، تمام. وهناخد دول كده، نعمل كده، نقول له دوت نيم. نيجي كده برايس دوت وسترينج برودكت نفسه بقى اللي هو ده من ده.
عشان ده اللي بتعمل له بوش. تمام، مش كده؟ هي بقت موجودة هي لوحدها. ماشي، نروح نكونكت، نروح نصورها شوية عشان الديزاين. تمام ماشي أهو، نصغر شوية، أو يعني أقصد يعني ندير شوية بادينج. هقول لكم حاجة برضو جميلة، إيه رأيكم لو ماشي ندير بادينج الأول؟ تمام، وبعدين عن البتاع ده يعني ماشي، وممكن هي أصلا إحنا عاملين كارت أهي وبيضة وهي تمام كده مفروض، بس ممكن نديها شوية 18 بس. انت بقى ضيف لمساتك، غير في اللوجيك زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. ماشي، اعتقد ان احنا كده هيبقى شوية رتوش، هتلاقوا شوية دروس موجودة تانية للموضوع. احنا كده الفانكشناليتي معظمها او كلها خلص، شوية تظبيطات هنتكلم في موضوعات تانية هتشوفوها في الدروس اللي بعد كده. كان معكم حكوم بهاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.